بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة هنبتدي نشرح الأرش دام، وده بيبقى سد من الخرسانة العادية زي ما احنا شايفين في الصورة هنا. بيبقى في البلان شكله آخد كيرف، والأبستريم بتاعه هو ده الخزان، وده اتجاه اللي المية بتيجي فيه، وده الداونستريم بتاع الدام، مية بتبقى أندر كنترول هنا. الوزن الرئيسي للدام والفورس الرئيسية بتتشال على الأباطمنت، كتف هنا كتف صخري يمين وشمال. لازم عشان الأرش دام ده يتبنى في موقع لازم يبقى فيه كتف صخري يمين وشمال، لازم يبقى عندي كتفين صخريين أقدر أبني عندهم بينهم الأرش دام، فده شرط مهم جدا للأرش دام. ونتيجة وجود الكتفين الصخريين دول فالووتر بريجر بيتحمل على الأكتاف دي، ما بيتحملش على السد نفسه. عشان كده سيادتك هتلاقي إن التربة اللي ممكن يتبنى عليها السد ممكن تبقى تربة ضعيفة، يسمح بوجود تربة ضعيفة ويك سويل، لأن الفورس الرئيسية بتتنقل على الأكتاف، بتتحمل على الأكتاف مش بتتحمل على جسم السد نفسه. السد ده ممكن ارتفاعه يوصل 200 متر وأكتر من 200 متر فوق، طبعا 200 متر كارتفاع. يبقى أنا عندي في التربة الضعيفة في نوعين من السدود ممكن أبنيهم. لو ارتفاع السد صغير لغاية 40 متر يبقى ممكن أبني عليها إرس دام، ولو أنا عايز حجم مية كبير وارتفاع السد كبير يبقى أرش دام. الأرش دام ده ممكن يوصل 200 متر، بس في شرط، لازم عشان أبني الأرش دام يبقى عندي أكتاف خرسانية، كتف يمين وكتف شمال، لأن هما دولت اللي بيشيلوا الأحمال الرئيسية بتاعة الدام. These type of dams are concrete dams which are curved in plan. This ship helps to transmit the major part of the water load to the rock abutments. الشكل بتاع الكيرف ده بيسمح بانتقال الفرص الرئيسية للأكتاف الخرسانية. Arch dams are built across narrow deep river. يعني يتم بناء خلال القطاعات الضيقة العميقة، القطاعات المجاري المائية الضيقة. هنا الضيقة المقصود بها إن عرضها قليل، يعني هنا القطاع هنا عندي عرضه قليل فده بنسميه قطاع ضيق، يعني عرضه قليل وعميق، عميق اللي هو بيبقى ارتفاعه كبير، فده القطاع المناسب عشان أبني أرش دام. يبقى الأرش دام محتاج بعض الاشتراطات اللي تكون في الموقع عشان أقدر أبنيه. Subject to the same forces as gravity dam. بيتعرض لنفس الفورس اللي بيتعرض ليها الجرافتي دام. بس هنا في حاجة، الوزن هنا مش محسوب، وزن الأرش دام مش محسوب. ليه بقى؟ لأن الوزن هنا ما بيأثرش، لأنه بيتشال، قلنا كل الفورس بتتشال على الأكتاف بتاعة الصخر اللي على يمين وشمال الدام. Suitable for sites having weak underlying soil foundation. يبقى هو مناسب للمواقع اللي فيها التربة ضعيفة، وعرفنا برضو السبب. Can be overtopped، يعني يسمح بمرور المية فوق السد. يبقى النوع ده اللي هو الأرش دام يسمح بمرور المية فوق جسم السد. Smaller in dimensions than all other types. الدايمنشن أبعاد الخرسانة بتاعته قليلة مقارنة بالجرافتي دام، فهو قد يصل التوفير لسدس، يعني كمية الماتيريال اللي بستخدمها في بناء الأرش دام بتبقى سدس الماتيريال اللي بستخدمها في بناء الجرافتي دام. دي صورة هنا للأرش دام في الإليفيجن، وده هنا الأبستريم، هنا الخزان، فده الأبستريم ده اللي اتجاه المية بتيجي فيه، وده الخزان بتاعي، وهنا دي الفاونديشن. النقطة اللي تحت دي بنسميها الهيل بوينت، النقطة اللي في الداون ستريم دي بنسميها التاو بوينت، وعندي ده الداون ستريم فيس بتاع الدام،
وعندي ده الأبستريم فيس، ده الفيس اللي هو مواجه للخزان، الأبستريم فيس بتاع الدام. لو أخدت كروس سيكشن في الدام عشان أجيب أشوف مسقطه في البلان، هاخد كروس سيكشن في أي مكان، هلاقي إن ده المسقط بتاع الأرش في البلان، بيبقى ليه سمك هنا وبيبقى طبعا ليه حدود، وأنا بعمل ريديوس وهمي كده، بعمل له نص قطر وهمي، بعمل له مركز وهمي هنا، وبوصل بيه بحيث إن أنا بعمل له نص قطر وهمي، بحيث إن أنا أقدر أستخدم حساباتي في حساب الدايمنشن بتاعت الدام. طيب أنا بختصر الرسمة دي في البلان لرسمة أسهل في الحسابات، اللي هي الرسمة اللي تحت دي. باخد هنا سمك الأرش دام وأحط عليه الووتر بريشر، وهنا الرياكشن ده اللي هو الرياكشن اللي بيتحمل على الأباطمنت، ده الرياكشن اللي بيتحمل على الأباطمنت الصخرية. ونص قطر ده نص قطر تخيلي، ده خط تخيلي أنا برسمه، والآر دي اللي هي نص قطر الكيرف بتاع الأرش دام ده قيمته المتوسطة في حدود 200 متر، وعندي الزاوية سيتا ما بين الآر يمين والآر شمال. وهتلاحظ إن الرياكشن هنا بيميل على الأفقي زاوية سيتا على الاتنين، اللي هي نص زاوية سيتا اللي هي الحتة دي، الزاوية دي مع الزاوية دي هنا بالتبادل، الزاويتين دولت إيكوال بعض، اللي هي الحتة دي اللي هي سيتا على الاتنين بتساوي الزاوية سيتا على الاتنين هنا. طيب ده شكل الأرش دام زمان، عشان تعرفوا إن المنشأ ده من زمان خالص بيستخدموه. هنا تلاقي شكل الأرش هنا، وطبعا إحنا هنا مفيش مية عشان نقدر نصور الموضوع. أنا إيه هي الـ types of arch dam؟ الـ types of arch dam أول تايب عندي الـ constant radius arch dam، أو الـ arch dam الـ radius بتاعه ثابت، أو نص قطر بتاعه ثابت، طبعا نص قطر الوهمي اللي إحنا عاملينه، لأن دي حاجة على الورق بس. ثابت يعني إيه؟ يعني الكيرف اللي فوق ده نص قطره هو نفسه بيساوي الكيرف اللي تحت خالص عند البيد ليفل، عند البيد ليفل في كيرف بتاع الأرش، لو نص قطر الكيرف اللي عند البيد ليفل هو نفسه نص قطر الكيرف اللي فوق خالص عند الكريست ليفل، فده بنسميه كونستانت ريديوس أرش دام. وده ما نقدرش ننشئه إلا لو كانت المسافة ما بين الكتف اليمين والكتف الشمال ثابتة من فوق لتحت، يعني عرض القطاع اللي فوق بيساوي عرض القطاع اللي تحت هو هو. ففي الحالة دي أقدر أعمل الكونستانت ريديوس أرش دام، يبقى لازم عرض القطاع، لو أنا عندي كتفين هم زي الصورة دي، لازم عرض القطاع اللي هي المسافة ما بين الكتفين فوق بتساوي المسافة ما بين الكتفين تحت. في الحالة دي أقدر أنشئ بينهم الكونستانت أرش دام. طيب وطبعا معنى إن المسافة اللي بين الكتفين فوق زي الكتفين تحت، يبقى ده بيديني شكل حرف يو. حرف يو ليه؟ لأن المسافة ما بين القائمين الرأسيين فوق زي بتساوي المسافة ما بين اللي تحت، فده مع البيد ليفل بيديني شكل حرف يو، فدي بنسميها يو شيب. يبقى أول حاجة ده مناسب فور يو شيب فالي. يو شيب معنى القطاع بتاع القناة يو شيب، إن المسافة ما بين الكتفين فوق هي إيكوال المسافة ما بين الكتفين تحت، يبقى الكتفين نازلين رأسيين، الكتفين مفهومش ميل، الكتفين نازلين رأسيين من فوق لتحت، فده بيديني حرف يو، بيديني شكل حرف يو. اتنين، have a vertical upstream face. هنا ده الأبستريم فيس اللي هو ناحية التخزين الخزان، بيقول لك إن الأبستريم فيس بتاع السد بيبقى vertical، بيبقى رأسي. constant radius for you ship ما احنا قلناها دي خلاص. suitable to install gates at the upstream face، يعني ممكن إن أنا أستخدم بوابات في الأبستريم فيس، لأن الأبستريم فيس ده بينزل رأسي، فممكن أستخدم بوابات في الـ upstream phase بتاع الـ constant radius arch dam. النوع الثاني من الدامز أو الـ arch dam
constant angle arch dam. constant angle arch dam هنا بقى سيادتك هتوضح عندي هنا الكتف يمين والكتف شمال، المسافة اللي بينهم فوق بتقل، كل ما انزل تحت بتقل، كل ما انزل تحت بتقل المسافة بين الكتفين، اهو ده كتف يمين وده كتف شمال، المسافة اللي فوق كبيرة، كل ما انزل تحت المسافة اللي بينهم تقل. لو جيت وصلت الخط ده والخط ده هتلاقيهم عاملين شكل حرف V، لأن يبقى لو أنا وصلت الخط بتاع الكتف يمين مع الخط بتاع الكتف شمال ميله، لو وصلتهم ببعض هتلاقيهم بيدوني شكل حرف V، فعشان كده ما أقدرش أعمل بينهم constant radius، لأن الراديوس هنا بيختلف، كل ما أنزل الراديوس بيقل، كل ما أنزل نص القطر بيقل، ففي الحالة دي بنسميها constant angle، constant angle. لأن لو أنا مديت الكتف اليمين والكتف الشمال هيتقابلوا في نقطة، النقطة دي الخطين هنا هيبقى بينهم أنجل، بينهم زاوية، الزاوية دي بتبقى ثابتة بقى، الزاوية اللي الخطين دولت بيتقابلوا فيها زاوية ثابتة، فبنسميها constant angle. عشان كده بنقول إن شكل الفالي هنا هو في شيب، يبقى ده مناسب اللي هو constant angle ده مناسب للفي شيب فالي. have curved upstream face، الابستريم فيس اللي هو مواجه للتخزين بيبقى curved. طيب عرفنا الفرق بقى بين الفي شيب واليو شيب، الفي شيب هنا المسافة ما بين الكتفين بتقل كل ما انزل، اليو شيب المسافة بين الكتفين ثابتة، اليو شيب بقى اللي هي كانت في الأولانية الكتفين نازلين رأسيين فالمسافة اللي بينهم ثابتة. هنا صورة للأرش دام في البلان، هنا ده الأرش دام في البلان، وهنا ده الأبستريم، هنا التخزين وهنا ده الداونستريم. طبعا الأبستريم بيبقى فيه الإنفلو والداونستريم ده هنا الأوتفلو. طيب أنا عايز أجيب الرياكشن فورس أون أرش دام، عايز أجيب الرياكشن فورس اللي بتتنقل من الأرش دام على الكتف، على الأكتاف على الأكتاف الصخرية. أول حاجة أحط الووتر بريشر اللي بتأثر على الدام وقيمتها جاما ووتر اتش، طبعا لو ده هنا ده هنا الاليفيجن بتاع الدام وده الابستريم ده الخزان وده منسوب الميه في الخزان وهنا ده البيد ليفل، فعندي ارتفاع الميه في الخزان هو اتش كابيتال، فأنا بدرس قطاع تحت هنا عند البيد ليفل، القطاع ده شكله في البلان هيبقى كيرف بالشكل ده، كيرف ده شكل الارش في البلان ويبقى عليه جاما ووتر في اتش، ارتفاع الميه اللي عليه جاما ووتر في اتش. طيب عايز احسب الرياكشن الار اللي هيتنقل للصخر، احسبها ازاي؟ هنعامل الكيرف ده كانه كمر عليها ديستريبيوتد لود وانا عايز اجيب الرياكشن، فهنساوي بين الفورس، هنقول ان الديستريبيوتد لود ده في السبان، السبان هنا اللي هو ال، اللي هو ال اللي هو المسقط الافقي للكيرف، ال اللي هو المسقط الافقي للكيرف، يبقى البي ووتر في ال عشان اركزه بتساوي الاثنين رياكشن لما احللهم في اتجاه الراسي، فلما احلل الرياكشن ده في اتجاه الراسي يبقى ار ساين ثيتا على الاثنين، يبقى 2 ار ساين ثيتا على الاثنين بتساوي البي في ال، ده اللي انا هعمله هنا. البي 2 ار ساين ثيتا على الاثنين بتساوي البي في ال. طب البي بقى دي بتساوي ايه؟ الووتر بريشر، الووتر بريشر بتساوي جاما ووتر في الاتش، اي جاما ووتر في الاتش في ال، اللي بقى اللي هو السبان. طب السبان ده اجيبه ازاي؟ يبقى جاما ووتر في الاتش في ال. طب السبان اللي عندي ده اجيبه ازاي؟ ال، تعالى خد بقى المثلث الصغير ده اللي الوتر فيه هنا ار اللي هو نص قطر الكيرف، والمسافة دي هي ال على 2 والزاوية دي سيتا على 2، الزاوية دي نص سيتا على 2، فتلاقي ان ساين الزاوية اللي هي ساين الزاوية سيتا على 2 بتساوي ال على 2 على ار. من المعادلة دي هجيب ال، هتلاقي ان ال بتساوي 2 ار سمول ساين سيتا على 2، يبقى ال بتساوي 2 ار سمول ساين سيتا على 2، بالشكل ده انا حسبت ال. طيب نساوي بقى بين الفورس، الفورس الرأسية هنا هي عبارة عن 2 R ساين ثيتا اللي هو الرياكشن بتاع الكاميرات، عندي 2 رياكشن
فيبقى 2R ساين ثيتا على الاتنين. عشان أحلل الرياكشن ده في اتجاه رأسي يبقى ساين ثيتا، يبقى ده الرياكشن اللي هيتنقل، بتساوي الووتر بريشر البي في ال L. طب الووتر بريشر اللي هي عبارة عن ايه؟ جاما ووتر في اتش ووتر في ال L. طب ال L بتساوي ايه؟ 2R ساين ثيتا على الاتنين أهو، يبقى جاما ووتر في اتش 2R ساين ثيتا على الاتنين. يبقى هو ده، انا كده سويت الديستريبيوتد لود وركزته، سويته بالتو رياكشن، هي دي المعادله دي. من هنا هختصر بقى ساين ثيتا على الاتنين مع ساين ثيتا على الاتنين و 2 مع 2، هيفضل لي ان الرياكشن بيساوي جاما ووتر في اتش في ار، حيث اتش اللي هو ارتفاع الميه في الخزان، وار اللي هو نص القطر التخيلي او الوهمي للكيرف بتاع الارش ده، ودي غالبا بتبقى 200 متر. ف اتش ارتفاع الميه في ار جاما ووتر بواحد، ده يديني قيمه الرياكشن. الرياكشن ده قيمته لو انا بحسب هنا عند البيد ليفل، يبقى من المعادله دي عرفت اجيب قيمه الرياكشن اللي هيتعكس على الاباطمنت الصخريه اللي هو جاما ووتر في اتش في ار. طيب انا عايز احسب بقى السكنس بتاع السد اللي هو الارش دام ده. الارش دام ده السكنس بتاعه بيتغير مع ارتفاعه، فالسكنس بتاعه مش ثابت. ده الاليفيجن بتاع الارش دام، ده شكل كروس سيكشن للارش دام في الاليفيجن، فتلاقي ان السمك بتاعه بيختلف مع اختلاف الارتفاع، لان الووتر بريشر اللي عليه كل ما انزل لتحت بيزيد، فبالتالي السمك اللي محتاجه بيزيد. ومن عشان احسب السمك بتاع الارش دام ده هحسبه بالطريقه التاليه. لو انا افترضت ان الدام سيكنس تي ات اني ليفل، عند اي ليفل، يعني عند ليفل في الوسط هنا افترضت ان السمك تي، انا عايز احسب التي ده. الهيد اللي على السكشن ده هو اسمه اتش 2، الهيد اللي على السكشن ده اللي هو الفرق بين منسوب الميه لغايه السكشن اللي انا بحسب عنده اسمه اتش 2. فبيقول لك assuming uniform stress along T، هفترض ان الاستريس حوالين السكنس T ده uniform، متجانس او متساوي. في الحاله دي بتبقى ال F allowable equal الرياكشن على T. طب الرياكشن احنا لسه جايبينه اللي هو عباره عن جاما ووتر في اتش ووتر في ال R على T، ده المعدل اللي احنا لسه مستنتجينها. الرياكشن على T، بحط الرياكشن على السمك اللي بيقاومه، بحط الرياكشن على سمك الخرسانه اللي بيقاوم، يديني الاف الاول. طيب من انا مش انا من المعادله دي عايز احسب التي، عشان كده اخد التي واجيبها الناحيه الثانيه، يبقى التي بتساوي جاما ووتر في اتش ووتر في ار على الاف، جاما ووتر في اتش ووتر في ار على اف. لو انا هحسب عند السكشن هنا 2، الاتش ووتر هنا هتبقى عباره عن اتش 2، الهيد اللي فوق السكشن اللي بحسب عنده، فالاتش ووتر هنا هتبقى عباره عن اتش 2 لو انا بحسب عند السكشن 2 ده. يبقى لو انا بحسب عند السكشن 2 يبقى جاما ووتر في اتش 2 في ار اللي هو نص قطر الكيرف اللي هو غالبا 200 متر على الاف الاول. الاف الاول دي بيقول لي سيادتك خدها من 70 ل 100 كيلو جرام على سنتيمتر تربيع، اللي هي بعد التحويل، لان انا هنا بتعامل مع طن على المتر المربع، بعد التحويل هتبقى 1000، يبقى خدها 1000، يبقى الاف الاول هنا ب 1000. من هنا اقدر احسب التي، ان التي بتساوي جاما ووتر في اتش ووتر اللي هو الهيد فوق السكشن اللي بحسب عنده في الار اللي هو نص قطر التخيل اللي غالبا 200 متر على الاف اللي هي ب 1000. من هنا اجيب التي. طيب التي دي ممكن احسبها لقطاعات مختلفه، ممكن انزل تحت شويه هنا واحسب التي هنا. في الحاله دي هاخد الهيد اللي فوق السكشن، انما لو حسبت التي تحت هنا هاخد الاتش ووتر كلها. يبقى لو عايز احسب التي 3 هنا عند السكشن ده باستخدام القانون ده، الهيد اللي فوق السكشن هو الاتش ووتر كلها، ارتفاع الميه في الخزان، فاخد الاتش ووتر كلها. لو انا حسبت عند التي 2 هاخد الهيد اتش 2، لو انا حسبت التي هنا في حته متوسطه هاخد الهيد اللي فوق ايه في القانون ده. يبقى اللي بيتغير في القانون ده هو الهيد، الهيد اللي عند السكشن اللي بحسب عنده، الهيد اللي عند السكشن اللي بحسب عنده، فالتي بتتناسب مع الهيد اوف ووتر اللي عليه. طيب تعال نشوف هنا اكزامبل للموضوع ده.
انا عندي هنا ارتفاع المياه في الخزان 120 متر، بيقول لك افرض الفري بورد اللي هو ارتفاع الدام فوق المياه ب 7 متر، فرض الفري بورد هنا ب 7 متر يبقى ارتفاع الدام كله 127. بيقول لك الكود بيقول لك خد تي 1 لان ما عليهاش ووتر بريشر، السمك الاولاني ده ما عليهوش ووتر بريشر، فالكود بيقول لك خد التي 1 بتساوي ارتفاع السد على 75، يبقى اتش على 75، يبقى التي 1 هجيبها امبيريكال على طول لان ما عليهوش ووتر بريشر، يبقى التي 1 بتساوي اتش على 75. الكود بيقول لك التي 3 دي ممكن احسبها بالقانون، بس هو بيقول لك برضو لا تقل عن 0.2 اتش، حيث اتش اللي هو ارتفاع السد الكلي، يبقى التي 3 لو حسبتها لا تقل عن 0.2 من ارتفاع السد. طب لو انا احسبها بالقانون بقى، تي 3 اللي هو سمك القاعده تحت، هطبق في قانون جاما ووتر في اتش ووتر اللي هو ارتفاع المايه في الخزان، في ار اللي هي ب 200 متر على الاف اللي هي ب 1000، اجيب التي تحت، القيمه اللي هتطلع دي المفروض لا تقل عن 0.2 اتش، القيمه اللي هتطلع من المعادله دي لا تقل عن 0.2 اتش. طيب عايز احسب التي 2 عند القطاع اللي في النص ده، التي 2 بحسبها بالقانون، اخد ارتفاع الميه فوقيها فوق السكشن اللي بحسب عنده، فعند التي 2 ارتفاع الميه فيها يبقى اتش 2، فلما احسب التي 2 جاما ووتر في اتش 2 في الار على الاف، والاف قلنا عليها ب 1000، الراديوس قلنا على طول ثابت في حدود 200 متر او جيفن انا بديهولك اللي هو نص قطر التخيلي للارش للارش ده، والاتش 2 هنا عشان هي في النص هتبقى بتساوي اتش ووتر على 2. بالتالي انا اقدر احسب السمك الخرسانه في عند اي قطاع باستخدام القانون ده، والقطاع الوحيد اللي ما بقدرش احسب عنده السمك اللي هو فوق خالص انا بفرضه امبيريكال اللي هو تي 1 بتساوي ارتفاع السد على 75. بالشكل ده انا كده خلصت determination of dam thickness. طيب اخر نوع دام عندنا اللي هو الباترس دام. الباترس دام ده نوع برضو من انواع الجرافتي دام، بس انا التربه تحت الدام ما تقدرش تشيل وزن الجرافتي دام، وزن الجرافتي دام عندي كبير قوي عليه، فعايز حل بديل للحكايه دي، فبستخدم الباترس دام، لان الباترس دام بيعتمد على حيطه او بلاطه، بلاطة تواجه الخزان، بلاطة بتواجه منسوب المية في الخزان، والبلاطة دي بقى الحمل بتاعها بيتنقل للأرض عن طريق عناصر اسمها بطرس. البطرس دي بتبقى خرسانة مسلحة، يعني خرسانة وحديد، فبدأ الحديد دخل معايا في الموضوع فبيبتدي ينقل الأحمال دي، ومش محتاج الكتلة اللي كان بتعملها للجرافتي دام، لأن الجرافتي دام كان بيعتمد على الكتلة بتاعته على وزنه في مقاومة الفورس اللي عليه. لا، أنا هنا الفورس بتتنقل من البلاطة للبيد ليفل أو لمنسوب الأرض عن طريق الباترس دي، ودي صورة للباترس دام، إن أدي البلاطة هنا في مواجهة الخزان، ده الخزان هنا في مواجهته البلاطة بتاعتي، بلاطة خرسانية، خرسانة عادية، إنما اللي هي الرأسية دي بقى، العناصر الرأسية دي هي البطرس، وهي عناصر خرسانة مسلحة، يعني فيها حديد تسليح، فبالتالي بتنقل الفورس بدون احتياج لكتلة بتاعة الجرافتي دام. Buttress dam is a gravity dam reinforced by structure supports. Structure supports اللي هي قلنا عليها العناصر اللي أنا بشاور عليها دي. طيب buttress a support that transmits a force from a roof or a wall to another supporting structure. يبقى هو الباترس ده وظيفته إن بينقل الفورس من سطح البلاطة لسطح التربة. This type of structure can be considered even if the foundation rocks are little weaker. يعني لو الفاونديشن بتاعتي أو التربة بتاعتي الصخرية تربة ضعيفة نسبيا مش قوية، فعشان كده أنا استخدمت البطرس ده.
دي صورة هنا للباتراس دام، دي البلاطة هنا المواجهة للخزان، دي المية في الخزان، منسوب المية في الخزان، ودي البلاطة المواجهة ليه، والعناصر دي اللي هي الباتراس اللي هي زي كانتليفر كده، بتبقى عناصر مسلحة فيها حديد تسليح، فبالتالي بتنقل الفورس بسهولة. هنا نفس الكلام برضو، دي البلاطة المواجهة للخزان، ودي اللي هي بتبقى في ظهر البلاطة، دي اللي هي الباتراس بتاعتي. دي صور مختلفة، هنا برضو ممكن البلاطة يبقى فيها كيرف نفسها، دي صور مختلفة للباتراس دام، ودي صورة أخيرة للباتراس دام. طبعا ده التخزين، ده الخزان، وهنا كده في الداون ستريم، وده شكل العناصر الباتراس دام في الطبيعة. دي آخر محاضرة لينا في الدامز، مع أطيب أمنياتي لحضراتكم جميعا بكل نجاح وتوفيق. شكرا لكم جزيلا.